السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم اليوم حبايب قلبي بحلقة جديدة ووصفة جديدة، وصفة في القمة، مضمونة مجربة فعالة 100% للقضاء على تصبغات البقع الداكنة الاسمرار. بمعنى اصح كده هتخليكي بنت 16 سنة، مهما كنت فوق سن حتى 50 سنة بشرتك هترجع تنور، هترجع بشرة بيضة ما فيهاش صبغات، هيزيل معاكي اثار الحبوب، هيرجع البشرة بشرة صافية بدون تجاعيد، هيحارب معاكي التجاعيد، كمان هيضيق معاكي المسامات الواسعه، ومفيد جدا الماسك ده، جربوه والنتيجه روعه. عايزه اقول لك كمان ان اول حاجه هتلاحظيها ان لو عندك كلف، عندك تصبغات، عندك بقع داكنه هتتشال معاكي من اول استعمال، وده تحدي بيني وبينك، عايزاكم تجربوا الماسك ده وتجوا تكتبوا لي رايكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. وصفتنا اليوم من الوصفات اللي انا عن نفسي بحبها جدا، بمكون عظيم. المكون ده اسمه الحمص، زي ما انتم شايفين كده، ده من اكتر الحاجات المفيده جدا للبشره، لانه بيحارب التجاعيد وبيشد البشره. لو عندك خدود مترهله، عندك بشره ما فيهاش نضاره، فالمكون ده سحري وعظيم. جربوا معايا الماسك بالطريقه اللي هقول لك عليها، ولو انت اول مره تشاهديني وتشوف قناتي فبرحب بالجميع، ما تنسوش الاشتراك فيها بالضغط على الزر الاحمر زر اشتراك، وتفعيل علامة التنبيهات على كل حبايب قلبي فضلا وليس امرا، لايك كتير عشان تشجعوني. كتير منكم الفيديوهات بتعجبه ولكن بينسى دايما ان انت تحطوا لايكات، فبالله عليك حطي لايك. باخد حوالي 3 معالق كبار من الحمص بتاعي اهو، وبحطه في المية بتاعتي، مية عادية خالص، مية عادية خالص. انا بالنسبه لي بفضل اسيبه لمده 24 ساعه، يعني لمده ليله كامله بالنهار. انت لو ما عندكيش وقت يفضل ان انت تحطيه لمده ليله كامله، وبعدها ببدا الخطوه الثانيه. بعد لما بيكون شايفين مطلع القشور بتاعته بالشكل ده، ببدا احطه عندي في الخلاط وبضربه، بمجرد ما بدوس عليه بحس ان هو بقى طري معايا. وده شكل الخليط طبعا بعد ما ضربته في الخلاط كويس، وزي ما اتفقنا كل ما تركتيه لمدة اكتر اطول كل ما كان افضل معاكي في الخلاط، عشان ما يبوظش معاكي الخلاط ويبقى يعني صعب ان هو ايه يتضرب. هبدأ اخد هنا المصفى او الفلتر بتاعي وهبدأ اصفيه. انا مش عايزة كمية كبيرة، انا عايزة بس معلقتين، وباقي الكمية هستخدمها كغسول للبشرة بشكل يومي، بقدر احفظها في التلاجة واستخدمها. ودلوقتي طبعا هضيف المكون اللي انا بحبه جدا وبستخدمه خصوصا للبشرات الجافه، من اكتر الانواع اللي بتحب جدا الياغورت او الزبادي، بضيف منه نص معلقه تكون كبيره، وهبدا في تقليب المكونات كويس. اهم حاجه التقليب يكون كويس جدا، وادمج المكونات علشان الياغورت بتاعي يدوب في الوصفه. عايزه اقول لك ان الياغورت او الزبادي معروف طبعا عن اهميته وفوائده للجسم، بيمد الجسم بالطاقة، بيمد الجسم كمان بالكالسيوم اللي بيخلي العظام قوية، مش بس كده، ده كمان بيدي نضارة والحيوية، وبيرطب البشرة ترطيب من الأعماق، وكمان بيحارب التجاعيد. المكون الثالث اللي هضيفه ده مهم جدا، باعتبار بديل رائع للبوتوكس، اللي هو الكورن فلاور او نشا الذرة، من افضل الحاجات اللي ممكن تستعملوها لشد التجاعيد ولشد البشرة المترهلة. لو في خدود مترهلة، في تجاعيد ظاهرة وبارزة في منطقة الجبهة او في منطقة الايدين او الرقبة، او لو عندك خطوط رفيعة ظاهرة حوالين منطقة العين او الفم، كورن فلاور او نشا الذرة من افضل الحاجات اللي هتخلصك منها وهتعالجها، بسبب ان هو بيحتوي على نسبة عالية جدا من النشويات اللي بتشد البشرة، ويعني بتحارب التجاعيد بشكل كبير جدا جدا. وبرضو مهم جدا، سر نجاح الوصفة هو التقليب بصفة مستمرة، فعشان كده يعني حاولوا تقلبوا بشكل كويس علشان الوصفة تنجح معاكم. وبعد كده طبعا المكونات اللي هضيفها بعد كده دي مهم جدا استخدامها، هو الحليب النيدو او الحليب المجفف او اللبن البودر او الحليب البودر، من افضل الحاجات اللي فيها عناصر مفيدة جدا. عايزة اقول لك بصي
مكتوب كده العناصر القيمة الغذائية بتاعتها، يعني فيتامينات كتير، أهمها فيتامين ب بأشكاله مختلفة، فيتامين ج، فيتامين يعني مليان بالحاجات المفيدة جدا للبشرة. تقدروا تشتروه سايب عند العطار أو من عند السوبر ماركت، أو تشتروه في أكياس. مش شرط النيدو اللي أنا مستخدماه، ممكن تستخدموا أي نوع يعني متوفر عندكم. لو مش عندكم خلاص استغنوا عنه، بس انا بالافضل بالنسبه لي بصراحه بحب جدا استعمله، لانه مفيد جدا للبشره وبيغذيها. المكون الثالث ده من افضل الحاجات المهمه جدا لاصحاب البشره الجافه، وكمان لاصحاب البشره اللي دايما بشرتهم تعبانه مرهقه فيها بهتان، هو ان انا بستخدم زيت اللوز الحلو. زي ما قلت لكم من افضل واعظم الحاجات المفيده جدا للبشره كنضاره وكحيويه ويعني كنعومه بشكل كبير جدا. وفي دراسات كمان انا كنت شايفه دكتور هاني الناظر، ده من اشهر دكاتره موجوده في مصر، كان كاتب على السوشيال ميديا ان من اهم زيوت، ويعني الدراسات اثبتت ان هو اهم زيت لي دايما لاي سيده او اي فتاه بتبحث عن النضاره، لانه بيدي البشره نضاره، غني جدا بالفيتامينات، كمان بيحارب اي مشكله في بشرتك من تجاعيد من مشاكل. واخر مكون انا هضيفه هنا عشان الوصفه تتماسك معايا شويه، هستخدم طبعا الطحين او الدقيق. الطحين او الدقيق بستخدم منه معلقه كبيره، وهبدا اخلط المكونات مره اخرى كويس. الطحين برضو خلي بالكم من افضل الحاجات اللي بتساعد في تبييض البشره وتفتيحها، كمان بيشد البشره وبيشد الخدود المترهله، بيفتح البشره من 4 إلى 7 درجات، عظيم جدا كمحاربه للتجاعيد والتخلص من التصبغات والبقع الداكنه، بيشيل الاسمرار، بيشيل البقع، يعني من الحاجات المهمه جدا استعملها لكل سيده ولكل فتاه بتبحث عن النضاره والحيويه. الوصفه دي عظيمه، وزي ما انتوا شايفين الخليط عامل ازاي، خليط ناعم وجميل جدا بدون اي تكتلات، وهيبقى سهل معاكي في الفرد. طريقة استخدام الوصفة سهلة جدا وبسيطة، كل عليكي هو انك هتغسلي بشرتك كويس، وطبعا تهيئي، الافضل ان انتي طبعا تعملي حمام بخار او تعملي مقشر هيكون افضل. المقشر بيبقى ازاي، ممكن تستخدمي مقشرات اللي هي بتتباع في الصيدلية، والافضل ان انت تكوني عاملاه في البيت بيكون احسن بكتير، لانه طبيعيه ما فيش اي مواد حافظه فيه، وعن طريق ان انت بتجيبي شويه من يعني خليط متساوي من زيت الزيتون مع البن، وتبداي تعملي بيه سكراب كده خفيف على البشره، بس الناس اللي عندها حبوب او عندها بشرتها بتتهيج من اقل حاجه بلاش السكراب. بعد ما بتغسلي بشرتك بتبدأي تجففيها عن طريق الطبطبة، وتبدأي توزعي الخليط بالكامل بالتساوي على المناطق كلها، وما تنسيش منطقة الرقبة وإيديكي، وسيبي الخليط لمدة 30 دقيقة على البشرة، وبعدها تبدأي اغسليه مرة تانية، وابدأي حطي أي كريم مرطب عندك انت يعني بتستعمليه ومداومة عليه. استعملي الوصفة مرة أو مرتين كل أسبوع وشوفي النتيجة، إن شاء الله النتائج هتكون هتعجبكم جدا. ما تنسوش تشوفوا الفيديوهات السابقة اللي هتظهر قدامكم على الشاشة، واللايك والشير للفيديو.